قفت المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمالي سوريا بعدما أفشلت روسيا مشروع قرار أممي يقضي بتمديد آلية إدخال المساعدات مدة 9 أشهر وفرض النظام السوري شروطا للتمديد وصفتها الأمم المتحدة بغير المقبولة. نحن نؤكد رفضنا لتسييس ملف المساعدات الإنسانية، كما ونطالب المجتمع الدولي بضرورة رفع يد الاحتلال الروسي والنظام المجرم عن تقرير مصير الشعب السوري وتمكينه من التحكم بلقمة عيشه. اتهامات للنظام السوري باستغلال ورقة المساعدات الإنسانية من أجل الضغط على المعارضة وتوزيع المساعدات وفق شروطه الخاصة. يوما بعد آخر تزداد حدة انعكاسات تأخر إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي على مخيمات النازحين السوريين التي تعاني أساسا من نقص حاد على مستويات الاستجابة الإنسانية كافة. هنا مخيم بابسقة حيث يعيش مئات النازحين السوريين. عائشة واحدة منهم. اضطرها المرض لبيع حتى المساعدات التي تصلها لتأمين تكاليف علاجها. تكابد السيدة عائشة الآلام في ظل غياب الخدمات الطبية مع المساعدات عن جل مخيمات شمالي سوريا. لولا حق المعاونين ما كون بيعتها ما في معاونية والله لو. بس بعت المعاونية طلعوا لنا معاونة منظفات بعتها ب 350 ورقة. وبقى بدي هلا اخذ المغرب رجعوني. تراجعت نسبة الاستجابة الإنسانية شمالية سوريا خلال الأعوام الماضية لتصل إلى أقل من النصف وفق منسقي استجابة سوريا، فيما زادت أعداد المحتاجين للمساعدات خاصة بعد كارثة الزلزال. أساسي سلة الدبليو في اللي عم تجي على المخيمات كان وزنها شيء 70 كيلو من فترة 3 سنين، صارت تتخفض كل فترة لوصل وزنها لل 20 كيلو. أكثر من 4 ملايين سوري في مناطق شمالي سوريا يترقبون تمديد آلية المساعدات التي ستفاقم معاناتهم حال استمر توقفها أكثر من ذلك. إبراهيم تريسي، العربي، مخيم بابسقة بالقرب من الحدود السورية.